التوقيع على مقترح قانون ديال مجلس ديال الصحافه اللي وقعنا عليه بالفعل، وانا البعض اعتبره خطا ولكن كانت مبررات، وهذه فرصه باش نشرح هذا المقترح قانون ونهضروا بكل صراحه. في الاول تقدمت به فريق الاصاله والمعاصره بوحده، وتقدم المكتب المجلس النواب وداز في مكتب مجلس النواب، داز اسبوع وهذاك المقترح قانون في الغالب ما مصابوش الفريق غالبا، لان عارف المقترحات عارفين كيفاش الفروق وال يعني المجهود اللي نديروا الخبره، هذاك مصوب واحد الجهه جا تقدم به فريق الاصاله والمعاصره. داز واحد الاسبوع جابنا باش نتبناوه كاملين كفرق ويكون اجماع، كان نقاش بيناتنا انا والسي دريس، وكان نقاش مع بعض يعني الساده والسيدات النواب. قلنا ودي كان واحد اليوم دراسي داخل مجلس النواب اللي قام اللي داروا مجلس النواب، وكانت توصيات من داك مجلس النواب. فاش كنشوفوا داك المقترح قانون ماشي كله خايب، يعني في واحد 80% من بين المخرجات هذاك ديال، وكاين بعض المواد اللي اختلفنا فيها، يعني التعيين الانتخاب، وكاين ديال الفيسبوك للصحفيين، هادشي تحفظنا عليه. ولكن بقينا كنفكروا، وكما قلنا في الاول التغول ديال الاغلبيه بالاغلبيه العدديه ديالها، قلنا الا خليناهم بوحدهم غادي يديوه للجنه ويصادقوا عليه والله يعاون، اللهم يكون صبعنا تما صادقنا عليه بشروط، لان مقترح ولا مشروع كيبقى مقترح، راه في اطار المناقشه كيمكننا نجيبوا تعديلات. واتفقنا مع السيد رئيس الفريق ديال الاسره والمعاصره كنوقعوا بشروط على اننا بعض المواد كنتحفظوا عليها وغادي نقدموا بتعديلات كما تقدمنا مقترح مشتركه، نقدموا تعديلات مشتركه، ووعدنا باننا سنقدم تعديلات مشتركه في هذيك المواد اللي كان فيها خلاف بيناتنا بما فيهم هاد المواد اللي كنهضروا عليها. الا ما تمش التوافق غادي نسحبوا التوقيع ديالنا، وعندنا الحق نسحبوه في اي لحظه، كيعطينا النظام الداخلي في اي لحظه نسحبوا التوقيع ديالنا وما نتبناوش هذاك مقترح قانون. هذا هو المنطق باش مشينا. اذا به نتفاجأ بسحب التوقيعات من طرف الاغلبيه، جانا قال راه نسحبوا التوقيعات، قلنا لهم امين، لاننا احنا سنينا وقعنا لهذا الهدف باش نكونوا يعني متحكمين في ذاك المقترح قانون، وما نخليوش الاغلبيه غدوزوا كلكم غتبقاو تفرجوا انتم وحنا، ولكن على الاقل تكون عندنا هذيك السلطه ديال الا بغات تغول بالاغلبيه العدديه ديالها نكونوا بعدا كفرق ديال المعارضه، يعني سحب التوقيعات ويعني يتم افراغ هذيك المبادره بالمحتوى ديالها. يمكن واضح وهذا الشيء قلت لكم بكل صدق.